طيب هنروح نطبق كده الكلاس بوكس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه السيشن اللي فاتت. نخش في الموضوع على طول بقى، فايل نيو جافا بروجكت، هنسمي البروجكت ماي او او بي. اوكي نقول له فينش. اوكي طيب هنيجي في السورس، تعالى بقى نتعلم بالمره كده موضوع الباكج. هنروح نقول له نعمل نيو باكج. يعني ايه باكج؟ باكج ببساطه هي كونتينر اوف كلاسز، كونتينر اوف كلاسز هي عمليه تنظيميه. في الاخر كده هي فيزيكالي هي عباره عن فولدر، فولدر جواه شويه فايلز ريلاتيف ببعض. يعني انا لو حبيت اعمل بروجكت كبير شويه وعايز احط كل الكلاسز اللي ريلاتيف لبعض في باكج بعينها، فبروح اعمل نيمنج للباكج دي واحط جواها الكلاسز. طيب هسمي الباكج دي ايه؟ هسميها ماي باكج. اوكي وهقول له فينش. ادي الباكج اهي، دي الباكج بتاعتي اللي هي ماي باكج. هعمل عليها كليك يمين ونيو كلاس. نيو كلاس هسمي الكلاس بتاعي بوكس. بوكس اوكي. مش هعمل بقى هنا المين فانكشن، نبدأ بقى هنا نتكلم على اكتر من كلاس، هنشوف ازاي حالا. خلينا الاول بس نطبق الفكرة بتاعت بوكس. فينش. اوكي باكج ماي باكج، دي الباكج بتاعتي اللي انا فيها، جواها بوكس دوت جافا اهو، ده الكلاس. تمام بابليك. بابليك شفنا كلمه بابليك قبل كده، اكس موديفاير كلاس، عرفنا يعني ايه كلاس دلوقتي بوكس. طيب هنا بقى المفهوم اللي احنا هنعمله البوكس. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان بوكس ده عباره عن ايه. بوكس ده عباره يا باشمهندس عن برايفت، برايفت انتجر ال ودبليو واتش لينث ويدث وهايت، صح كده؟ ادي كده الاتريبيوتس بتاعت الكلاس، انتجر لينث ويدث وهايت برايفت. فاكرين اللي احنا كنا عليه برايفت دوت، ان مفيش حد بره الكلاس يعرف يكلم لينث ويدث وهايت. هنشوف برضو ازاي دلوقتي. طيب قلنا هنعمل ايه بعد كده؟ قلنا في عندنا 3 ميثودز، هنعمل 3 ميثودز ببساطه. اول ميثود هنخليها public void، هنسميها set dimension. set dimension عود نفسنا بقى لما نيجي نعمل ميثود، يبقى اول مقطع في الميثود small letters، ولو في اكتر من مقطع بعد كده يبدا بكابيتال ليترز. خلينا كده نقلد الجافا، لان الجافا فيها عندها نفس الكلام. هتلاقي البلت ان ميثود زي ما يجي نستخدمها زي برنت لين مثلا، زي نيكست اند، نيكست دبل اللي احنا شفناها قبل كده. هتلاقي ان اول مقطع بيبدا بسمول ليترز، ثم من تاني مقطع يبدا الكابيتال ليتر يظهر زي حرف الدي كده. هتلاقي ان الكلاس بيبدا كابيتال ليتر على طول، او الكاركتر بوكس بي كابيتال، ولو اكتر مقطع كلهم بيبداوا برضو بكابيتال ليترز. طيب عمليه بس تنظيميه كده عشان يبقى كتابه الكود بتاعتنا ماشيه على رولز معينه. طيب سيت دايمنشن عايزين نعمل ايه؟ والله يا باشمهندس ببساطه عايزين نقرا من اليوزر كده لينث ويدث وهايت ونحطهم في ال ودبليو اتش. طب نقرا من اليوزر ده كلام قديم بقى، سيستم دوت اوت دوت برنت لين، صح كده؟ ونروح نقول له انتر بوكس دايمنشنز. Dimensions طبعا هنا مقصود ان هو يدخل لينث ويدث وهايت، يعني يدخل ال 3 Dimensions. طيب هيدخل الكلام ده محتاج سكانر يا باشمهندس. تمام كنترول بس عمل طبعا الامبورت، خلاص كان ده زهقنا منه. ايكوال نيو، بين ناس كبار طبعا، نيو سكانر. تمام اوف سيستم دوت ان، كويس قوي. هنقرا ايه بقى؟ الراجل هيدخل لينث ويدث وهايت، قلت له دخل الدايمنشن، دخل طول وعرض وارتفاع. هاخد والله هقول له ال ايكوال اس دوت نكست انت، نفس الكلام مع دبليو اللي هو الويدث، ايكوال اس دوت نكست انت نفس القصه، ونفس الكلام مع الهايت اتش ايكوال اس دوت دوت نكست انت. اوكي اوكي دوت نكست انت، كويس قوي. ادي اول ميثود فانكشن، ميثود void ما بتاخدش input parameter، اسمها set dimension. عظيم. public method، public يعني جوه الكلاس وبره الكلاس. اوكي هنروح برضه نراجع على الاكس موديفايرز بعد ما عملنا موضوع الباكج دي. اوكي طيب ماشي يا باشمهندس. كان في method كمان اتفقنا عليها معاك، ان احنا هنعمل display public display. طبعا هنا مقطع واحد فتبقى كلها small letters. display public response sentence heat هتبقى ايه دي؟ void method مش بترجع لي ريزلت في حاجه، هي مجرد تطبع على الشاشه، فعشان كده خدت قرار ان هي void. نفس الكلام مع set dimension مش هيرجعوا لي حاجه خالص، فعشان كده خدت قرار ان هم void ومش محتاجين input parameters زي ما انتم شايفين. display هتعمل ايه ببساطه؟ system.out.println، وهتروح تقول له والله length equal
بلس ال صح كده؟ تمام. وناخد statement دوت copy paste، ونفس الكلام هتعمله مع quits. quits هيبقى طبعا بلس w w، وهنا هيبقى h، وهيبقى هنا height height. اوكي ادي كمان الميثود الثانيه، اخر ميثود شانس. انت قلت فوليوم، طب تعالى نسال سؤال بقى. فوليوم عايزه مني حاجه، عايز مني حاجه، انا معايا الممبرز لينس ويت سو هايت، مش عايزه انبوت بارامتر ولا حاجه، هم موجودين معايا، هم ممبرز معايا اعرف اقراهم، فمش محتاج لهم انبوت ولا حاجه. طيب انا عايز منها حاجه، انا عايز منها ريزلت، عايز منها حاصل ضرب لينس في ويت سو هايت. طب هنا اسال نفسي بقى، مش هتبقى فويد صح؟ تمام. طب نوعها ايه؟ نوع الميثود دي هتبقى ايه؟ والله يا باشمهندس حاصل ضرب ال في دبليو اتش هم ثلاثه انتجر، هيبقى انتجر، يبقى الميثود هتبقى كده public int volume. تمام. والميثود دي عباره عن على طول بقى هات ريتيرن ال في دبليو في اتش، ال في دبليو في اتش. ادي الكلاس خلص. طب اسال بقى اسئله كده، الكلاس ده فيه كام ممبر؟ واحد هيقول يا باشمهندس سته. هقول له مظبوط، هم سته ممبر فعلا، ثلاثه اتريبيوتس او 3 داتا ممبرز او 3 فيلدز، قلنا الكلمات كلها متشابهه، ثلاثه فاريبلز من الاخر يعني، وعندي ثلاثه ميثودز، ادي ميثود وادي ميثود ديسبلاي وادي ميثود فوليوم. اذا الكلاس ده فيه 6 ممبرز، فيه 6 اعضاء. خلي بالك ان منهم ثلاثه برايفت وثلاثه بابليك. ثلاثه برايفت دول يعني بره الكلاس مش هنعرف نتكلم معاهم، وهنشوف حالا ازاي. والبابليك ده هنعرف نتكلم معاه بره الكلاس. كده انا عملت اركتكتشر للبوكس، عملت مفهوم عام للبوكس. اي بوكس عباره عن طول وعرض وارتفاع، عنده ميثودز بسيطه بتعمل سيت وديسبلاي وبتجيب الفوليوم، ابسط حاجه. كده انا عملت المفهوم. طب تعالى بقى نروح نطبق. عايزين بقى ناخد بقى الاوبجكتس بقى، الايس والماتشز والبلاك بوكس. طيب هعمل كليك يمين على نفس الباكج وهقول له نيو كلاس تاني، والكلاس ده هسميه المين، وده اللي هحط فيه المين فانكشن، مين ام كابيتال، واقول له بابليك ستاتيك، اعلم على بابليك ستاتيك فويد مين، ونقول له فينش. عظيم. بص بقى عندي باكج فيها تو كلاسز، بص انا في نفس الباكج فيها اتنين كلاس. اوكي الكلاس مين دي هنروح نكلم بيها، سوري المين كلاس دي اللي فيها المين فانكشن بتاعتنا، وهي دي اللي احنا هنكلم بيها الكلاس بوكس. طيب هنروح نعمل ايه بقى؟ هنروح نقول له عايز اخد اوبجكت من بوكس ايس مثلا، اروح اقول له كده بوكس بوكس ايس ايكوال نيو بوكس سيمي كولن. لا بالراحه بقى يا باشمهندس، انت كده عملت ايه؟ والله يا باشمهندس انا ما عملتش حاجه خالص، انا عرفت فاريبل اسمه ايس نوعه بوكس. طيب وبعدين قلت له ايكوال نيو بوكس، لا خدها لنا بقى كده على تو ستيتمنتس وفهمنا بالراحه، بوكس ايس سيمي كولن. ايه ده؟ والله بوكس ايس زي انتجر اكس، انت اكس، اكس فاريبل نوع انتجر. طب بوكس ايس، ايس فاريبل او ريفرنس نوعه بوكس. لحد دلوقتي مفيش مشكله، لان جافا عرفت يعني ايه بوكس، انا عرفت لها يعني ايه بوكس في بوكس دوت جافا. طب عايز اخلي ايس ده دلوقتي اصبح ايه؟ شبه الفاريبل، فاريبل اللي اسمه ايس، طيب او ريفرنس يعني. طب الريفرنس عايزه يبقى اوبجكت، يعني ايه يبقى اوبجكت؟ يعني ياخد حيز من الفراغ، يعني يحجز مكان في الميموري. هو كده مش حاجز مكان في الميموري لسه، يعني عايز ايه؟ عايز اعمل له كيان في الميموري، عايز اعرف اكلمه، عايز يبقى فيه سبيس في الميموري بتاعت ايس. اعمل الكلام ده ازاي؟ الخطوه الثانيه بقول له ايس ايكوال نيو، نيو ده كي وورد زي ما كنا نشوف مع نيو سكانر. بصوا بدانا نفهم بقى ازاي يعني ايه سكانر، اس ايكوال نيو سكانر، يعني اس دي اوبجكت من كلاس اسمه سكانر. نفس الكلام هنا، اقول له ايس ايكوال نيو بوكس وقوسين وسيمي كولن. كده ايس ده بقى اوبجكت. طب معلش يا باشمهندس كده تعالى نتشخبط شويه، قول لنا كده ايه اللي حاصل في الميموري. انا دلوقتي لو رحت بعد ما انا عرفت كده، انا قلت لك ان بوكس، قلت لك ان بوكس ايس ايكوال نيو ده كيورد واسم الكلاس وقوسين وسيمي كولن، وانا قلت لك ان احنا خدنا اوبجكت وعملت لك الستيتمنت ده على تو ستيتمنتس كده او كده، طبعا الاثنين صح. كده انا خدت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه بوكس والريفرنس بتاعه اسمه ايس. طب اشرح لنا بقى ايس ده عباره عن ايه في الميموري دلوقتي؟ وانس انا كتبت الستيتمنت ده، ايس ده اصبح مكان في الميموري عباره عن، عنده ايه بقى ايس ده في الميموري؟ بيقول لك بياخد كوبي من الاتريبيوتس. الله، ايه هم الاتريبيوتس الموجوده في الكلاس بوكس؟ ال و دبليو و اتش،
انت عايز تقول ان المكان ده كله باللي فيه لينس ويتس وهايت اصبح ريلاتيف لايس؟ تمام، عندك حق. طيب يبقى احنا فهمنا دلوقتي نيو دي بتعمل ايه. نيو هي اللي حجزت المكان ده في الميموري للريفرنس اللي اسمه ايس. طب والمكان ده بيتحط فيه ايه؟ بيتحط فيه كوبي من الاتريبيوتس. خلي بالك ان انت كلهم انتجر، يعني ده 4 بايتس وده 4 بايتس وده 4 بايتس، يعني كلهم 12 بايتس. ماشي يا باشمهندس. طيب نرجع تاني للايكلابس. طب بعد ما عرفنا الاوبجكت على تو ستيتمنتس او وان ستيتمنتس، خلاص فهمنا اللعبه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص بقى انت جاهز دلوقتي تبدا تكلم الميثودز اللي جوه. خلاص انت عندك متحدث رسمي بلسان الكلاس اللي هو ايز دلوقتي، عربيتك دلوقتي اللي الابترا بتاعتك او المتسوبيشي بتاعتك. اتكلم معاه، سوقها بقى، تيرن اون وتيرن اوف وشغال الفانكشنز. طب اروح نقول له ايه بقى؟ اروح اشتغل بقى، اقول له ايس، عايز انده على الميثود اللي اسمها سيت، عايز اسيت دايمنشن. اقول له ايه بقى؟ الاوبجكت ثم دوت. بص هتلاقي بقى طلع عندك هنا الدروب داون منيو، هتلاقي فيها الفانكشن اللي انت عملتها اسمها سيت، اهي سيت دايمنشن وسيمي كولون، عملنا كولينج للميثود. طب تعالى بقى نشخبط تاني باشمهندس. انت بعد ما عرفت الاوبجكت قلت له ايس، يا عم ايس انت دوت، انا هنده على الميثود اللي اسمها سيت دايمنشن قوسين وسيمي كولون. ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ هيروح مرنجوس الاول، فاكرين، يروح للفانكشن جوه الكلاس ويقول له ام هات اللي عندك. يقول له ده انا كنت بقول له بليز انتر بوكس دايمنشنز. ده كان اول ستيتمنت سيستم دوت برنتلن. طب اليوزر، نتخيل كده ان اليوزر لما يشوف الامر ده هيكتب كده 5 3 2 طول وعرض وارتفاع. الخمسه هيتحطوا في لينس، صح؟ لينس بتاع مين؟ هنا القاعده بقى تقول لك ايه؟ تقول لك خلي بالك ان الميثود تشتغل لصالح الاوبجكت اللي نده عليها. مهم قوي الحته دي. يعني ايه؟ يعني لما يجي اليوزر دخل 5 و3 و2 مع الفانكشن سيت دايمنشن، احنا كنا بنقول له في الكلاس ايه؟ كنا بنقول له، نرجع تاني للكلاس بس عشان الناس تبقى متابعه معايا، ادي الميثود ايه في الكلاس سيت دايمنشن. كنت بقول له ال ايكوال اس دوت نكست دبليو اتش، ما كنتش محدد هنا بتاعت مين. انت هنا ما تحددش ان انت هنا بتحط الفكره، لكن ال و دبليو اتش في الران تايم هيبقوا بتوع مين؟ هيبقوا بتوع الاوبجكت اللي نده. نروح للمين جيت. مين الاوبجكت اللي نده على سيت دايمنشن؟ ايس. اذا اصبح كل محتويات الفانكشن دي ريلاتيف للاوبجكت ده. يعني ال و دبليو اتش اللي موجودين هنا حاف دول اصبحوا ريلاتيف لمين؟ اصبحوا ريلاتيف للاوبجكت اللي اسمه ايس. يعني لو رجعنا تاني للشخبطه بتاعتنا، هنقول لو مثلا دخل 5 و3 و2، ف5 هتخش هنا في الميموري و3 تخش هنا و2 تخش هنا. هتفهم مهم قوي حته ان الفانكشن بتران لصالح الاوبجكت، عشان بس الناس تقول لك هو ال و دبليو اتش بتوع كلاس دول بتوع مين؟ لا، بتوع الاوبجكت اللي ينده عليه. طيب نروح كده، نرجع تاني للاي كلابس. طب انا كده عملت سيت دايمنشن وانس، وبعدين طب تعالى كمان بعد سيت دايمنشن على طول نقول له اعمل لنا ديسبلاي كده ايس دوت ديسبلاي. نفس الكلام، هيشغل الفانكشن ديسبلاي صالح الاوبجكت ايس، فهيروح يعرض لنا كام؟ 5 و3 و2 اللي اليوزر هيدخلهم، اللي احنا هنعملهم سيميليشن حالا دلوقتي. طب تعال نرن كده يا باشمهندس عشان نفهمك. رن اوكي، نكبر شويه الكونسول. طيب انتر بوكس دايمنشنز 5 يتحط في ال، 3 يتحط في دبليو، و2 كل دي الفانكشن سيت دايمنشن اللي شغاله. تمام، ثم ادي الفانكشن ديسبلاي اشتغلت. لينس ايكوال 5، ويث ايكوال 3، هايت ايكوال 2. خدت بالك ان سيت دايمنشن للايس اوبجكت وديسبلاي دايمنشن للايس، مين اللي ندى؟ مين اللي ندى؟ هو ده اللي الميثود بتتكلم معاه، هو ده اللي محتويات الميثود تسخر لصالحه. ال و دبليو اتش بتوعه، وهنا هيعرض ال و دبليو اتش بتوعه. الحته دي مهمه جدا. كويس يا باشمهندس. طيب تعالى نروح كده يا باشمهندس نجيب فوليوم. طيب احنا عندنا فوليوم كانت ميثود بتريتيرن انتجر، بتريتيرن لينث فويس فايت. طب احنا فهمنا اللعبه بقى، نروح نقول له انتجر ريز ريزلت مثلا ايكوال ايس اسم الاوبجكت دوت اسم الميثود فوليوم. انا عشان الميثود دي، بص حتى هنا في الدروب داون منيو بيقول لك ان هي بتريتيرن انتجر جايه من الكلاس بوكس اسمها فوليوم، فعشان كده عرفت لها انتجر ريزلت، عشان لما الميثود دي ترجع لي فاليو استفيد بيه ما يروحش في الهواء فوليوم. تمام، بعد كده هنا ممكن اطبع بقى ريزلت دوت، اروح اقول له سيستم دوت اوت دوت برنتلن فوليوم فوليوم اوف ايس بوكس ايكوال ايكوال ايه بقى؟ ايكوال ريز. تمام كده، تعال نرن تاني وندخل نفس الفاليوز اللي احنا اتفقنا عليها 5 3 2 كوبر شويه الكونسول.
دخل هنا 5 انتر 3 انتر 2 function display اشتغل. بعد كده volume of ice box equal 30 5 في 3 في 2 فعلا ب 30. طيب في هنا حته بس ظريفه، واحد يقول لك شانس انت بقى تعرف variable وبعدين تاخد، انت عايز الفاليو في الاخر تعرضها يعني. طب انت ممكن تعمل كده، ممكن تشيل ده كده ice dot volume control x او control z كده، هنكومنت السطر ده عشان برضه نحافظ على الكود لما تعمله داونلود. هاخد انا ice dot volume دي يا باشمهندس كده control c وراح احطها مكان res. في مشكله؟ لا مفيش مشكله. وانا ينفع عشان سنده على فانكشن جوه برنتلين؟ ينفع بشرط ان تكون الفانكشن دي بتريترن فاليو، لان برنتلين ده عايز فاليو يطبعها. فلو لو الميثود بتريترن فاليو ينفع تحطها في برنتلين، لكن لو الميثود دي فويد لا ينفعش تحطها في برنتلين. برنتلين يقول لك انت بتضحك عليا، هتحط لي فويد ميثود واعرضها لك على الشاشه؟ لا، حط لي ميثود بتريترن فاليو عشان اطبعها. فهنا مش هيبقى عنده اي مشكله. بدل ما نعرف فاريبل بعدين نعرض الفاريبل، هندخل تاني نجرب 5 3 2 تمام، فوليوم ايكوال 30 والفانكشن ديسبلاي شغاله وكده الموضوع زي الفل.